بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فرصة سعيد نكون معاكم اليوم. جميل ان احنا نكون مع التكنولوجي. يمكن الشياب عندنا احنا مشكلة، لكن ان شاء الله مع الشباب نتعلم منكم. يعني في كثير من الأسئلة، من الاستفسارات اللي جات على البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في أحد الأمور الرئيسية بالنسبة حق البرنامج نحتاج شوي نوضحها. البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية ليس للفئات الإدارية العليا. البرنامج مخصص لكل القيادات اللي يمتلكون الإمكانية لقيادة واقعهم، مكانهم، منصبهم، سواء كانوا توهم داخلين الحكومة ولا وصلوا إلى المستويات العليا الإدارية. معناته أن البرنامج الوطني يقبل في برنامج تأسيس المستجدين ويوصل إلى الوكلاء والوكلاء المساعدين، من تأسيس إلى بناء إلى تكوين إلى كوادر إلى قيادات. كل هذه المجموعة يضمهم البرنامج الوطني، بل يضم كذلك أكثر من ذلك. عندنا برنامج متخصص قريبا إن شاء الله يرى النور في مجال شلون نظهر النخبة من النخبة، وهذه كذلك بالتعاون مع مجلس الوزراء واللجنة التنسيقية في هذا المجال. دعم القيادة الحكيمة للبرنامج الوطني حقيقة أكثر ما كان متوقع. آمنوا بالفكرة ودعموها دعم مباشر، بل حتى الدعم المالي تم توفيره، اللي كنا نحاتي شلون خلال فترة الأزمة المالية، لكن اتضح بكل واقعية وبكل وضوح، بكل يعني مثل ما نقول على أرض الواقع، أن ترى الاستثمار في العنصر البشري شيء أساسي في العمل الحكومي وعند القيادة، واللي دعموه كذلك من ناحية معنوية ومن ناحية مالية. البرنامج الوطني له مجموعة من الميزات كذلك. كل ما نقدر أن احنا نعرف مكاننا في شغلنا، كل ما قدرنا أن احنا نعرف شلون نتطور، كل ما عرفنا شنو دوري من الإعراب، سواء كان في إدارة نفسي، في إدارة الفريق العمل، في إدارة المؤسسة، في إدارة الزباين يعني أصحاب المصلحة معانا، بالإضافة إلى الأمور الثانية، شلون الكوميونيكيشن، شلون يصير الاتصال والتواصل، بالإضافة شلون ممكن يكون عندنا أداء وإبداع في عملنا اللي احنا موجودين فيه. من السهولة نقول هذا الكلام كله، لكن لما نشوف البرنامج الوطني وطريقة تصميمه، والحمد لله تم تصميمه بسواعد أسرة المعهد على استناداً على الخبرات الدولية اللي موجودة، قدرنا أن يكون للمعهد دور حقيقي في بناء القيادات على جميع المستويات، بل أكثر من ذلك ضمننا فيه أن يكون متوافق، وهذه لأول مرة على مستوى العالم، أن متوافق بشكل مباشر مع الأهداف، أهداف التنمية المستدامة. هذه صار بالتعاون مع الأمم المتحدة، وصار التفصيل في هذا المجال على كل مستوى من المستويات، لأن الجرعات كل واحد يحتاج إلى جرعة مختلفة كل ما صعد إلى أعلى الهرم، لأن المسؤوليات تزيد، الهم يزيد، الشغل يزيد، لكن كل واحد فينا عنده مهمات رئيسية. إذا عرف وين موقعه من الإعراب، قدر بالفعل إنه هو يؤدي دوره بشكل صحيح. الكثير من الأسئلة وصلتنا حقيقة شيء يسر. من ضمن الأسئلة اللي سألونا واحد من الأخوان أو الأخوات، سألوني موظف شاغر منصب قائم بمهام رئيس فرع بالإنابة، فالسؤال هو يتمحور حول إن هل الأشخاص اللي موجودين بالإنابة في مواقعهم هل لهم هذا البرنامج ولا لا؟ كل برنامج من البرامج مثل ما تشوفون عندنا على الويب سايت، إن كل برنامج له مجموعة من الفئات المستهدفة. كل مجموعة منهم
لابد انهم ينتبهون وين مكانهم من الاعراب. اذا انت كنت موظف مستجد فلك برنامج تاسيس، اذا انت كنت اخصائي او اخصائي اول فلك برنامج بناء، اذا انت كنت في تكوين فانتوا المشرفين ورؤساء المجموعات ومن في حكمهم في هذا المجال، كوادر رؤساء الاقسام ومن في حكمهم، قيادات المديرين اللي تم تعيينهم بقرار من سمو رئيس الوزراء او من في حكمهم في هذا المجال، كل واحد له موقع من الاعراب. طيب شلون اقدر انا كموظف استفيد من هذا المجال؟ طبعا بقرار من اللجنة التنسيقية ومن مجلس الخدمة المدنية تم اقرار ان الترقي الوظيفي مرتبط ارتباط مباشر بكل هذه المستويات، معناته ان المدير ما يتعين الا اذا خلص برنامج كوادر، رئيس القسم ما يتعين الا اذا خلص برنامج تكوين، المشرفين الوحدات ما يترقون الا اذا خلصوا برنامج بناء، وهكذا هالمجرة. هذه التفصيل ما هو الا ترتيب بيننا وبين مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية، والقرارات لا ترجع الى ديوان معهد الإدارة العامة، هذه القرارات ترجع الى السلطة المختصة. طبعا في كثير من القرارات كذلك سيادية، لكن على الاقل استطعنا ان يكون في ارتباط مباشر بين الترقي الوظيفي والشخص ان يكون مؤهل في هذا المستوى. هل بالامكان ان احنا نضمن ان الشخص المناسب في المكان المناسب؟ يا رب يقدرنا كلنا نعمل نحو هذا المجال. الميزة في البرنامج من ناحية ثانية انه مو بالنوعية مثل ما نقول الاعتيادية، دربنا كثير من البحرينيين معانا يستطيعون ان هم يدربون مثل هذا البرنامج، بل قاعدين ندرب مجموعات اخرى، عندنا فوق 100 مدرب مرتبطين معانا من خلال ما احنا نسميهم الاسوشيتس من حول العالم حقيقة، من البحرين كثيرين، من خارج البحرين، كل واحد له الإمكانية أنه هو يستطيع يقدم معانا ويخدم في هذا البرنامج، حياه الله. عندنا آليات تم اعتمادها من مجلس الإدارة لهذا المجال. من ضمن الأسئلة، لماذا لا تطرح بيبا دورات قصيرة 3 أو 4 أيام؟ الجميل في البرنامج الوطني الفترة الزمنية له، الفترة الزمنية اللي كل واحد منهم تعطي المجال انه يكون في نوع من احنا نسميه internalization، يعني يستطيع انه هو يتقبل يتقمص ويغير في سلوكه على اساس عشان يقدر ينفذ. التنفيذ ما يكون بس حضور الدورة، انما هناك كثير من المشاريع، من الدورات، من في عندنا كوتشينج، في عندنا السايكومتريكس، كلها قاعدين نطبقها بداخل هذا البرنامج على حسب المعايير الدولية اللي موجودة، بل استفدنا من المعايير اللي موجودة في عند هيئة ضمان الجودة عشان نطبقها عندنا في المعهد، مع ان احنا لسنا ملزمين بكل هاي التفاصيل، لكن تطبيقها يعطي المجال لأي واحد يتخرج من هذا البرنامج انه هو يكون له دور في ما يسمى بالتعلم المستمر. أحد الأسئلة اللي جاتني عن متابعة خريجي البرامج، في عندنا في برنامج قيادات مثلا ما يسمى بخطة 100 يوم عمل، خطة 100 يوم عمل يتم إقرارها بين المتدرب وبين المسؤول، يتم متابعة هذه الناتج عشان نشوف وين الأثر اللي صار. دراستين سويناهم على برنامج بناء وعلى برنامج كوادر، كان العائد من التدريب فيهم ربنا لك الحمد عالي جدا، في برنامج كوادر وصل إلى أكثر من 400%. المتابعة الحقيقية هو الشخص شلون يرتبط في عمله مع مسؤولينه، مع أخوانه اللي يشتغلون معه. القيادة ليست منصب، القيادة أنك أنت شلون تقدر تخلق بيئة عمل بينك وبين القياديين الآخرين وبين اللي معاكم من الشباب والأخوات اللي معاكم، شلون هذه البيئة تكون محفزة للعمل وللإبداع وللإنتاجية.
من غير هذه البيئة ما يستطيع أحد يشتغل. هل البرنامج يعمل في الفترة المسائية؟ للأسف لا، والسبب بسيط جدا. يمكن كثير من الناس عندهم ارتباطاتهم الأسرية اللي ما يستطيع أنه خلال فترة المساء أن يكون معنا، لكن ليش نحتاج أصلا حق المساء؟ أليس التدريب جزء من العمل؟ أليس التدريب بشكل مباشر يصب في تطوير العمل؟ إذن هو جزء مباشر، بل إن ديوان الخدمة المدنية يقر ذلك في تعليماته وفي كل أموره، بل إن مهم التدريب على أي مستوى من المستويات. ما في أحد يقدر يقول والله أنا ما أحتاج تدريب، أنا عندي كوتش، ليش أنا عندي مرشد شخصي؟ لأن أحتاج إلى تطوير نفسي، سواء كان من خلال التدريب، مؤتمرات، قراءة كتب، أو أن يكون عندي مرشد شخصي على حسب الحاجة. هل التربويين نصيب؟ التربويين حالهم حال أي موظف حكومي، نعم، لكن التربويين في التخصص عندهم آلياتهم مع وزارة التربية والتعليم أو مع جامعة البحرين أو مع الجامعات اللي موجودة. لكن لما نأتي إلى الناحية الإدارية، الناحية القيادية، فحياهم الله بالإمكان كثير منهم أنهم نستوعبهم معنا. وحقيقة وزارة التربية والتعليم من أكثر الوزارات اللي نعمل معاهم بشكل مباشر، سواء من خلال البرنامج الوطني أو من خلال البرامج التعاقدية اللي احنا نقوم بها معاهم. طبعا البرامج التعاقدية هي أي برنامج حقيقة نقدر نخدم فيه الوزارات بحسب حاجاتهم نسويه. وهني نقطة مهمة بالنسبة حق الحاجات، سوينا احنا دراسة كاملة شاملة على جميع وزارات الدولة، عرفنا الحاجات الاحتياجات التدريبية بدراسة مفصلة في هذا المجال، وعلى أساس بنينا البرنامج الوطني وشن هو تفاصيل البرنامج الوطني. لكن كذلك أخذنا المنهجية وعممناها على جميع الوزارات من خلال ديوان الخدمة المدنية بالأوامر اللي صدرت أو القرارات اللي صدرت من اللجنة التنسيقية، بحيث أن يكون عملية الاحتياجات هذه بشكل مستمر. سؤال يقول ليش ما يعطون شهادات اللي لديهم خبرات في عمل، خصوصا الفنيين يعتمدون على الخبرة؟ الشهادات الفنية لها تخصصات. احنا البرنامج الوطني يركز على العمل الإداري بشكل مباشر، اللي بيحتاج إلى أي شهادات تخصصية. إذا فهمت السؤال صح اعذرني أخوي أو أختي، بس إن السؤال بالنسبة للأمور التخصصية لها شهادات ولها اعتماديات. نحن ما ندخل في هذا المجال، إنما ندخل في التخصص تبعنا. تخصصنا هو مجال الإدارة العامة بالنواحي الإدارية المتعلقة بالسلوك وتطوير السلوك وتطوير العمل الإداري وإتقان العمل. هل يتم التنسيق إلى مجال التقسيم إلى مجالات حسب التخصص؟ لا، ما عندنا على حسب التخصص، إنما كل على حسب موقع من الإعراب في الناحية الإدارية. وهني نقطة مهمة، أحد أبرز مهام البرنامج وهو التشبيك، النتوركينج. النتوركينج بالنسبة لنا يساعدنا كثير لحل كثير من المشاكل الموجودة في الحكومة من خلال وجودنا على طاولة واحدة مع بعض. وبالفعل أول دفعة، الله يذكرهم بالخير يمكن يسمعوني الحين، أول دفعة في برنامج قيادات كانت في 2009، وما زالوا يتواصلون مع بعض. قبل كانوا على البيبي البلاك بيري، اليوم تحولوا على الواتساب وما زالوا يتواصلون على ذلك. عندنا مشروع لنادي الخريجين، يا رب يقدرنا عليه وقت ما يكون جاهز إن شاء الله نطلقه، بحيث أن الكل يقدر يتعامل معه. نحاول حق نادي الخريجين يكون بآلية مختلفة شوي، مثل ما يقولون منكم وإليكم، تستطيعون من خلاله كخريجين الاستفادة والإفادة. أحاول الاتصال دائما في القسم أو الإدارة في التسجيل الاستفسار عن البرامج، ولكن للأسف ما حد يرد علينا. بالفعل أخوي وبالفعل أختي، معذرة ما بعرف إذا اسمه، كانت عندنا إشكالية، عندكم رقم تلفوني آن المباشر إذا تحتاجونه، سجلوا عندكم 36-999-009. لكن قدرنا أن احنا نعالج هذه المشكلة خلال الفترة الأخيرة، ويا رب إن شاء الله يقدرنا أن احنا نخدمكم. طبعا البرامج والتفاصيل كلها موجودة على الويب سايت، لها تفاصيلها بكل الشروط والآليات الالتحاق والتواريخ مالها، لأن عندنا على مدار السنة كثير من البرامج.
دكتورة بأسأل دراسات الماجستير إليكم هل معترف بها بالقطاع الحكومي؟ نعم ربنا لك الحمد، وتم اعتمادها من ديوان الخدمة المدنية واعتمادها كذلك مع جامعة البحرين، لأن البرنامج نقدمه مع جامعة البحرين، فالبرنامج معتمد برنامج الماجستير. تخرجنا ربنا لك الحمد، خرجنا الدفعة الأولى 22 شخص حاملين لبرنامج الماجستير أو شهادة الماجستير من جامعة إكس مرسي الفرنسية، بالإضافة إلى الشهادة المهنية، فحصلوا شهادتين، شهادة أكاديمية وشهادة إدارية مهنية. ما شاء الله تبارك الله منهم 7 بشهادة الفرنسيين على مستوى العالم، أحسن حتى مثل ما قال رئيس المعهد الفرنسي، قال أحسن من الفرنسيين أو اللي تخرجوا عندنا في فرنسا. دكتور عندي سؤال عن برنامج الماجستير، لم تصلني رسالة اعتذار أو رفض، كل ما حصلت عليه هو الصمت، الرجاء التوضيح بإذن الله إن شاء الله. أرجو التواصل معنا، عندك تلفوني مرة ثانية أكرره 36999009، عذرنا على هذه التأخير لكن إن شاء الله نتواصل معاكم. في الآلية بس أوضح لكم شنو الآلية بالنسبة لبرنامج الماجستير، ما شاء الله يتقدمون لنا فوق 100 شخص، واللي لهم دعم فقط 25 شخص، فعلينا ان احنا نفلتر ذلين بقدر الامكان. اول فلتر هو استكمال البيانات، فاذا استكملت البيانات خير وبركة، عادة يوصلون الاعداد الى 100 شخص. من 100 مضطرين ان احنا ناخذ منهم تقريبا حول 50 الى 60. الفترة الاخيرة اخر سنة اخذنا زينا وصلنا الى 66، والسنة الجاية ان شاء الله او بالاحرى هذه السنة اللي هو حق الدفعة الرابعة نحاول نخلي 3 أيام للمقابلات بدل يومين، لأن عندنا فترة قصيرة ويون الفرنسيين معانا للمقابلات، فما نقدر نخلي نشوف 100 شخص، مضطرين إن إحنا نأخذ. وعلى أساس شنو نقدر نأخذ؟ على أساس جودة الفورمة اللي تم تمليها اللي مليتها أو مليتيها خلال فترة الأونلاين كوميونيكيشن اللي صارت، على أساس يصير في مقابلات. من 60 أو 70 شخص نختار منهم فقط 25 شخص، فإذا كان في أي تقصير اعذرنا على ذلك، لكن بإذن الله إن شاء الله نكون على تواصل معك. عندكم تلفوني مرة ثالثة 36999009، الرجاء اتصال فيني لو أي شيء، أي تساؤل، أي إشكالية لا يردكم من لسانكم. تكلمنا عن المدونة الإلكترونية. المدونة الإلكترونية ببساطة الهدف منها ان احنا شلون نقدر نتواصل مع بعض بآليات جديدة، شلون نقدر نتحاور مع بعض، بعض الاحيان مو قادرين نوصل من خلال انشغالاتنا، او ان في تفضيل، بعض الناس يفضلون آليات غير آليات ثانية. فالمدونة موجودة معانا، احنا فاتحين المجال ل الأسئلتكم، بالإضافة إلى هذه الفترة النص ساعة وفترة قصيرة وتقريبا للأسف كانت بتخلص بسرعة، يعني عندنا فترة أسبوعين الجايين على المدونة الإلكترونية لمعهد الإدارة العامة الموجودة على bahrain.bh، حياكم معنا تواصل، بالإضافة إلى السوشيال ميديا الثانية اللي موجودة مالت المعهد سواء كانت التويتر، الإنستغرام أو غيرها. الرجاء التواصل معنا ليس فقط للاستفسارات، رجاء اللي نحتاجه منكم، نحتاجكم معانا في الأفكار، في الآراء، شلون نقدر نطور. في نهاية الأمر كل هذه لكم أنتم، كل هذه لتطوير العمل الحكومي. إذا ما نقدر إحنا نخدمكم بالشكل الصحيح معناته إحنا مقصرين، فرجاء ساعدونا عشان نقدر نخدمكم بشكل صحيح. حتى كوادر هيوج نتورك، نعم صحيح الله يرحم والديك اختي لولو، ما شاء الله كوادر قيادات بقية البرامج، حقيقة نتشرف ان احنا بالفعل قدرنا نخدم كثيرين من الاخوة والاخوات في هذا المجال. ما هي الخطط المستقبلية للمعهد؟ هذه فيها تنهيدة بساطة، السبب بسيط جدا. الهدف القيمة الثالثة للمعهد ان وي اولويز ريز ذا بار. الشباب الله يعطيهم الصحه والعافيه عندهم سباق دائما مع نفسهم، كل ما خلصوا شغله قالوا طيب شلون نقدر نسوي لنا شغله اكبر واعلى.
أسود ولبؤات المعهد اللي في أسرة المعهد نفتخر فيهم حقيقة. كثير من المشاريع موجودة، مشاريع لداخل المعهد، في عندنا برامج متخصصة على مستوى دولي كدورات قصيرة مع مدربين دوليين، عندنا برامج على مستوى كذلك دولي مثل كوادر الأولي لكن يمكن يكون حتى على مستوى أكبر، واستقطاب حتى مثل ما نقول خيرة من الموظفين في داخل البحرين وخارج البحرين. في عندنا برنامج تطويري في المنتورينج، ليس فقط الكوتشنج إنما كذلك المنتورينج. في عندنا برامج مشاريع لما يسمى بالإنوفيشن لاب أو مختبرات الإبداع. الفكرة الأساسية إن إحنا شلون نقدر ننقل طريقة تفكيرنا وعملنا بدل ما يكون بالشكل الاعتيادي، شلون نقدر ننقله إلى طريقة مختلفة وإلى أساليب جديدة. مو باللي إحنا ترى بنسويه، هذه أنتوا اللي بتسوونه، هذه موجود لكم كآليات ومنهجيات وما شابه من ذلك عشان أنتوا تقدرون تقدمون أكثر حق العمل الحكومي. البرنامج الوطني في محوره الأساسي هو خدمة المواطن. شلون إحنا نقدر نخدم المواطن بأي آليات اللي موجودة، هو هدفنا، هو الكومن دومينيتر اللي عندنا، هو همنا اللي نشيله معانا ليل ونهار. خدمة المواطن ما تأتي بالكلام وسهولة الكلام، تأتي بالعمل والناتج على الواقع. إذا بالفعل قال المواطن، رجل الشارع العادي يقول نعم ترى تطور العمل الحكومي، هذه الشهادة نفتخر فيها عشان نقدر احنا نتحرك. سؤال، هل سيكون هناك شهادة دكتوراه في المستقبل القريب؟ شغالين مع جامعة البحرين مع الجامعة الفرنسية، يا رب يقدرنا ان شاء الله، في دعم كبير كذلك من الحكومة في هذا المجال. كل شيء في وقته حلو، يا حلو مثل ما يقول اسمه حسينو، ما ادري حسينو ولا واحد ثاني يعني. احنا الشياب قمنا ننسى حتى منهم الاوليين. اقترح يكون في برنامج لتدريب المدربين لنقل الخبرات من المقبلين على التقاعد لمن ينوبهم. الله يرحم والديك بالفعل، او يرحم والديك نورة اختي، بالفعل شغالين على برنامج في هذا المجال، وعندنا دعم من ديوان الخدمة المدنية ومن نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ خالد بن عبد الله الله يحفظه، لتدريب مدربين من الخبرات السابقة بحيث انهم يكون لهم دور في المجتمع او في العمل الحكومي مره ثانيه، لكن من خلال نقلهم للخبرات المتراكمه اللي موجوده. التاسيت نولج كبير جدا، شلون نقدر نحوله الى واقع نستفيد منه، تحدي هذه موجود. عندنا مشروع في هذا المجال، بدينا مع احد الوزارات، ان شاء الله اذا الله سهل ووافقوا عليه نتحرك في هذا المجال باذن الله. ممكن إعادة رقم التواصل، تلفوني 36999009، 36999009. كل لهم اسأل الله يجزاكم الخير، يحفظكم الله. يعني في كثير من الكلام الطيب ما ودي أذكره، الله يجزاكم الخير. المدح شباب حلو لكن ما يطور، اللي خلينا نتطور لما نسمع منكم ترى نحتاج نغير، تحتاجون تعدلون، تحتاجون عندكم إشكالية الفلانية، ترى احنا بشر يعني بنغلط وغلطنا، وما يمكن ان احنا نتحرك الا اذا، وكل ما تحركنا بعد بنغلط، لكن ما دامت النية صافية ونشتغل حق البحرين وكل واحد قاعد يسعى في مكانه، فاحنا بإذن الله نقدر ان شاء الله نخدم البحرين واهل البحرين الطيبين. هل من الممكن ايضا يكون برنامج الماجستير باللغه العربيه؟ صعب صعب صعب. ليش احنا اخذنا برنامج الدكتوراه او شغالين على برنامج الدكتوراه؟ لان قاعدين نبني الطاقات البحرينيه اللي تقدر تشيل برنامج الماجستير والبحث العلمي في مجال الاداره العامه من اهل البحرين، من مجتمعنا، من ثقافتنا، من لغتنا، لكن الى ان نوصل الى ذاك المستوى راح يكون باللغه الانجليزيه. العمل الحكومي وكان المعهد أثر كبير في عندي مجموعة أسئلة ثانية، عندي 5 دقائق أحاول أن أغطي فيه بعض الأسئلة الثانية.
تم ترشيحي لبرنامج بناء لشهر أغسطس. سؤالي هل مدة الدورة متقطعة أو شهر كامل؟ المدة متقطعة، كل برامجنا لهم فترات محددة. فمثلا عندنا برنامج تأسيس هو عبارة عن 4 أيام متواصلة، لكن برنامج بناء 9 أيام تدريبية خلال فترة من تقريبا، إذا بناخذ الدفعة اللي موجودة الآن تبدي حقيقة أو بدأت تاريخ 2 أبريل إلى 9 يوليو، فعندنا فترات متقطعة موجودة. برنامج تكوين عبارة عن 20 يوم، برنامج كوادر 21 يوم، برنامج قيادات 22 يوم، وهكذا على حسب اللي موجود. أحد الأسئلة من اتصال ما حد يرد، إن شاء الله عدلنا هاي التفاصيل. إذا كان في إشكاليات عطيت رقم تلفوني، رجاءً اتصال فيني، قاعدين نحاول نعالج هذا الموضوع. شلون راح يتم الاستفادة من برنامج التكامل بين الوزارات؟ وجود الأشخاص مع بعض يناقشون مشاكلهم وأهدافهم كل تفاصيلهم هو شيء أساسي لحل مثل هذه الإشكاليات اللي تكون في كل وزارة قاعدين يشتغلون بروحهم. فالتكامل بينهم ما يصير فقط لأن والله حطينا منهجية أو منهج موجود، إذا ما يكون في رغبة من الأشخاص من المسؤولين على كل المستويات في التكامل بينهم بين بعض ما راح يصير. ولما يكونون في قاعة واحدة خلال فترة زمنية طويلة يكون في التناغم بينهم، يكون في الهارموني أو الالايمنت اللي على أساسه يبدون يتحركون مع بعض. نتمنى إلزام الجهات الحكومية بتدريب الموظفين لضمان حصول الموظفين على حقوقهم في التدريب والتطوير. التعليمات من ديوان الخدمة المدنية اليوم وصلني تلفون أن التعليمات في هذا المجال لتنفيذ قرارات اللجنة التنسيقية جاهزة بإذن الله إن شاء الله اليوم ولا بالكثير بكرة عشان تصدر إلى جميع الوزارات الحكومية اللي فيها إلزام الجهات الحكومية بهذا المجال. متى بيطبقون التأمين الصحي؟ بيطبقون التأمين الصحي على حسب الخطة اللي موجودة مع عند وزارة الصحة مع المجلس الأعلى للصحة. يفداك الكذب، ما عندي تفاصيله يعني. ما مدى ارتباط البرنامج بالتطور الوظيفي؟ كل واحد عليه مهام انه يسويها في مجاله قبل ما يفكر في التطور الوظيفي. في بناء انتم كأخصائيين وأخصائيين أوائل مهمتكم ان انتم تقومون بمهامكم على أكمل وجه. إذا ما قمتم بمهامكم على أكمل وجه معناته ما في ترقي، لأن الارتباط ليس بين التدريب والترقي، إنما الارتباط بين التدريب والأداء ثم الأداء والترقي. الارتباط بين الأداء وبين الترقي موجود في عندنا مثل ما نصيت عليه في البداية، ما في داعي أكرر الكلام، لكن بين كل مستوى وآخر لابد من الانتهاء من البرنامج الذي قبله على حسب التعليمات التي ستصدر من ديوان الخدمة المدنية اللي أوردي ظهر فيها قرار من اللجنة التنسيقية لدعم الترقي والتطور الوظيفي. كيف يتم التسجيل في الدورات؟ التسجيل في الدورات بسيط جدا، عندنا فوق 70 مخول بالتدريب في الوزارات والمؤسسات الحكومية، عن طريقهم يمكن التسجيل أونلاين من خلال السيستم على حسب المستوى الوظيفي وعلى حسب الشروط اللي موجودة لكل برنامج وعلى حسب الحاجات اللي موجودة عند الوزارات. فكل وزارة عندهم آلياتهم، عندهم الأولويات اللي موجودة، وعلى أساس يبنون معانا هذا التفصيل، طبعا بالإضافة إلى موافقة ديوان الخدمة المدنية على ذلك. تقدمون برنامج تطوير القيادات للسعوديين، حياكم الله وبياكم تشاركونا، لكن كل برنامج له فلوسه. برنامج تأسيس ب 195 دينار، برنامج بناء ب 490 دينار، برنامج تكوين 950، كوادر 1950، قيادات 2100 دينار. هذه البرامج بالمناسبة احنا مؤسسة حكومية، ليسنا مؤسسة ربحية. فإذا وجود معنا من السعوديين ولا من الأخوان في الخليج حياهم الله، بالعكس يثرون معنا التدريب لأن يكون في عندنا كثير من الأفكار ومن الخبرات التراكمية من خارج كذلك البحرين. هل اجتياز الدورة بنجاح يلزم جهة العمل منح الموظف درجة؟ أو قلت جاوبت على هذه، لا يوجد، لأنه يعتمد على الأداء وليس على التدريب. هل يمكن أن يساهم معه في عمليات التقييم المؤسسي؟ نعم، عندنا مشاريع في ذلك، بالإمكان التواصل معنا عشان نقدر نحرك هذا الموضوع. إلى اليوم جميع الجهات الحكومية إدارة بدون شهادات، مجرد خبرات، وإلى متى يتم تطبيق وتفعيل الشباب
في الإدارة والتطوير بإذن الله إن شاء الله. لذلك سوينا البرنامج الوطني، والقيادة ليست فقط بالمستوى الوظيفي إنما هي من بداية الطريق. يعطيكم الصحة والعافية، اعذروني صارت الساعة 10 وقاعدين يأشرون علي في كثير من الأسئلة، بإذن الله إن شاء الله نجاوب عليها من خلال المدونة، مدونة معهد الإدارة العامة مع على البحرين دوت بي اتش خلال فترة الأسبوعين الجايين. الفترة قصيرة، لكن طلبت من الأخوان والأخوات إن ترى مو بلازم عن طريق الحكومة الإلكترونية عشان نسوي مثل هذه الجلسات، ترى نقدر نسويها في أي وقت، وبإذن الله إن شاء الله نسويها خلال الفترة الجاية ويكون عندنا تواصل معاكم أكثر وأكثر. شكرا جزيلا، اعذروني في كثير من الأسئلة ودي أن أجاوب عليها بس ما يسعنا الوقت. إحنا موجودين عشان نخدمكم، يا رب يقدرنا ويا رب إن شاء الله بالفعل نشوف نتيجة كل هذا الجهد منكم لخدمة البحرين والمواطن البحريني وأهل البحرين. البحرين تستاهل. كنت أقول كلمتين أمس مع مجموعة من الشباب على الواتساب، اللي قدمت لنا البحرين ليس فقط لنا عشان إحنا نكون موجودين، قدمت لأجدادنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا. اليوم علينا إحنا نشتغل، علينا عارفين اليوم شلون نشتغل، علينا إحنا نقدم ونخدم البحرين. الله يحفظكم، شكرا جزيلا وقواكم الله إن شاء الله.